طب انا بقول هنرد ان شاء الله على كل التليفونات على قد ما نقدر. فمعانا مين؟ الو دعاء. الو ايوه ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. ازيك يا جميله عامله ايه؟ الحمد لله. معانا دكتور احمد عمود اهو بقى، عندك سؤال؟ اتفضلي. انا كنت بحب واحده من صاحبي اخو صاحبتي. كنت بتحبي اخو صاحبتك؟ تمام. وحضرتك ده لقيته يعني ما بيحبنيش فسبته وحبيت واحد تاني بس مش عارفه هو بيحبني ولا لا. انت عندك كام سنه؟ عندي 22. اسم الله عليكي. طيب يعني انت عايزه تعرفي، انا مش فاهم المشكله، يعني هي المشكله فين؟ ان انت كنت بتحبي واحد زميل صاحب اخو صديقتك، اخو صديقتها، وهو ما بيحبكيش. تمام تمام. خلاص، فاحنا خلاص يعني قفلنا الصفحه دي. وبعدين قفلنا الصفحه، مشاعرنا ابتدت تتحرك تاني ناحيه انسان اخر. ايوه. هل هو بيبادلك المشاعر؟ ما ده اللي انا عايز اساله. انت عايز تعرفي بيبادلك المشاعر ولا لا؟ ممكن يعني اطلب سؤال، ممكن تدخلوا معايا في البرنامج تسالوا من غير ما اعرف ان انا موجوده؟ لا لا، صعب صعب يا دعاء. بصي يا حبيبتي، ما تستعجليش الحاله او المشاعر، انا زي مامتك بالظبط، وحاولي على قد ما تقدري. ربنا مش هيحاسبنا على المشاعر، حبي زي ما انت عايزه، يعني بينك وبين نفسك الحب ده غريزه يعني، لكن حذاري تتصرفي تصرفات تخلي شكلك قدام ربنا وحش، او قدام نفسك وحش، او قدام اهلك وحش. فما تستعجليش. استاذن حضرتك بس، اتفضلي والدكتور هيرد عليك. رساله بس الاستاذه دعاء، استاذنك بس تواصلي معايا بكنترول بس. تمام. طب وخدوا رقم دعاء بعد اذنكم. بالظبط، عشان الدكتور هيتواصل معاها. تمام. واكيد بالزبط. هو يعني هيتكلم معاكي في بعض الامور بس، وهيستوضح منك بعض الامور بالظبط، وهيشرح لك امور كمان ان شاء الله تلتزمي بيها. جميله.